فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للطالبة أن تذهب إلى الجامعة مع السائق بمفردها إذا لم تجد من يركب معها ليزيل الخلوة؟ ما يجوز، هذا حرام عليها، تركب مع سائق غير محرم لها، هذه خلوة، هذه خلوة محرمة ولا تجوز. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.